السلام عليكم. بنتكلم النهاردة أو بنكمل الموضوع بتاع الانقسام الاختزالي أو الميوزي. أخيرا بنشوف مقارنة بين انقسام الميوزي الأول الميتوزي والميوزي. طبعا من حيث المكان، الانقسام الميتوزي ده بيحدث فيه الخلايا الجسدية، يعني الجلد، الشعر، الكبد، اي اعضاء الجسم ما عدا المناسل. اما هنا بيحدث في المناسل المتمثله في الخصيه والمبيض. طبعا عدد الكروموسومات في الخلايا الام اللي هي داخله الانقسام بتكون هنا 2N وهنا 2N. كميه الدي ان ايه الناتجه اللي داخله في الخلايا قبل الانقسام بتكون 4N و4N. عدد المراحل طبعا ده بيتم في مرحله واحده، اما ده بيتم في مرحلتين، ميوزي اول وميوزي ثاني. عدد الخلايا الناتجه ده بينتج خليتين وبيكون بهم نفس عدد الكروموسومات، اما ده بيكون بينتج 4 خلايا. مدى التشابه بين الخليه الام والخلايا الابناء بيكون في الميتوزي هنا متشابهين تماما، اما في الانقسام الميوزي نتيجه عمليه العبور اللي اتكلمنا عنها بتكون مفيش تشابه بين الخلايا الام والخلايا الناتجه. عدد الكروموسومات في الخلايا الابناء ان هي الناتجه بتكون هنا نفس عدد الام اللي هي 2N او ثنائيه عدد الكروموسوم، اما في الميوزي بتكون 1N، نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخليه الام. بالنسبه لعمليه العبور طبعا هنا ما فيش عمليه عبور، هنا في عمليه عبور عشان ايه؟ تنصيف عدد الكروموسومات. بعد كده الفصل بين الكروموسومات المتماثله، هنا ما فيش العمليه دي لا توجد، اما هنا بتوجد في الانقسام الاول. والفصل بين الكروماتيدات هنا بتوجد في الانقسام الميوزي وهنا توجد في الانقسام الميوزي، هنا في الميتوزي وهنا في الميوزي في الانقسام الثاني الميوزي الثاني. بعد كده نوع الخلايا الناتجه او الخلايا اللي بتدخل في الانقسام، طبعا هنا بتكون خلايا سواء 2N او 1N، اما الخلايا هنا اللي بتخش الانقسام الميوزي بتكون 2N عشان هتتنصف فيما بعد، فما ينفعش تكون 1N. شكرا لحسن استماعكم ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.